يوم بعد يوم بيتفاقم الوضع الإنساني داخل قطاع غزة مع تزايد الهجمات على المدنيين العزل والاستهداف الوحشي للمستشفيات والمدارس التابعة للأونروا، وده اللي دفع المنظمات الدولية للتحذير من كارثة إنسانية وأوبئة تنتشر في القطاع. خلينا نتعرف أكتر على الوضع الإنساني من الأستاذ محمد مرعي، مدير المرصد التابع للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، ويعني بعد التحية لو حضرتك تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين بشكل أكثر تفصيلا على الوضع الإنساني الحالي طبعا طبقا للتقارير الواردة من المنظمات الدولية. صباح الخير على حضرتك وعلى الأستاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين. وفقا لكل التقارير الواردة، الوضع ما زال مأساوي داخل قطاع غزة. يعني وصلنا يعني تخطينا أو نقترب الآن من 12500 شهيد. إسرائيل لا تزال تمارس نفس سياسة العقاب الجماعي. جميع الأهداف، يعني كل الأهداف المدنية داخل قطاع غزة هي هدف للقصف الإسرائيلي. إسرائيل لا تفرق، يعني خلاص، يعني بعد، احنا داخلين دلوقتي في اليوم، يعني خينا على اليوم الخمسين، نقترب من اليوم الخمسين من هذا الصراع. كل المؤسسات المدنية، المستشفيات، خلاص يعني أمام العالم، يعني أمام كل دول العالم الآن. لم يعني إذا تم الحديث مرة أخرى عن فكرة احترام القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو ضرورة تجنب استهداف المدنيين، هذا الشجب وهذه الإدانة لم يعد لها أي موضع، يعني أي موقع من الإعراب الآن. يعني إسرائيل أمام كل العالم، تقصف المستشفيات، تقتحم المستشفيات، يعني تقصف حتى مدارس الإيواء التابعة أو التي تشرف عليها منظمات دولية زي منظمة الأونروا. عشرات الشهداء لا زالوا يسقطون. نتحدث هنا عن، إذا كانت يعني بعض التقارير تتحدث عن إمكانية انتشار بعض الأوبئة، المياه يعني ملوثة، لأن إسرائيل يعني قصفت منذ على مدى أسبوعين محطات تحلية المياه. الوقود، حتى لو تم إدخال الوقود إلى داخل القطاع، لكن هذا الوقود حتى الآن لم يصل إلى شمال القطاع، وهو المنطقة التي تشهد العمليات العسكرية الأكبر للجيش الاحتلال. حتى التصريحات اللي جت منهم يا أستاذ محمد على موضوع ضرورة إدخال الوقود، أنه في ضغوط أمريكية لإدخال مزيد من الوقود، وحتى تعمل المستشفيات حتى لا تنتشر الأوبئة للجنود الموجودين كمان وينتشر الوباء بعد ذلك إلى إسرائيل. خلينا نكون صادقين يا أستاذ محمد، الضغوط الأمريكية التي مورست فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لإدخال الوقود، أي نعم، أي نعم، أنها بعد أسبوعين قد نجحت في هذا الأمر. هناك أحاديث أن حجم الوقود الذي سيتم إدخاله سيكون 80,000 لتر يوميا. أنا بنتكلم على كل يومين هيبقى عندنا 160,000 لتر، لكن هذا الوقود بالتأكيد طبعا يتم تسليمه للأونروا والصليب الأحمر، لكن إسرائيل وضعت عقبة أخرى. يعني كالعادة العقبة هنا أن هذا الوقود سيصل فقط إلى منطقة جنوب وادي غزة، ولن يصل إلى شمال القطاع تحت نفس الدعاوى، يعني أن هناك لديها قلق من أن هذا الوقود قد يصل إلى حماس أو القسام ويتم استخدامه في إطلاق الصواريخ. وهذا طبعا كلام هراء، لأن في النهاية من يشرف على تسلم هذا الوقود هي المنظمات الدولية. القطاع غزة يحتاج الوقود هنا فقط، ليس لتشغيل المستشفيات، في مخابز، في كمان محطات إنتاج، محطات توليد الكهرباء. القصد من ذلك، ماشي، قد تكون خطوة جيدة أن الأمريكان أو الإدارة الأمريكية ضغطت على إسرائيل، ورغم أن إسرائيل تماطلت في الاستجابة لهذا الطلب الأمريكي فيما يتعلق بالوقود، لكن نحتاج إلى ممارسة ضغط أكبر لضمان أن يصل هذا الوقود إلى كامل يعني مناطق قطاع غزة. نفس الأمر فيما يتعلق حتى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. يعني حين نتحدث عن هدنة إنسانية،
ونفس كامل المساعدات، نتحدث عن نفس كامل المساعدات الى كافه المناطق في القطاع خاصه، واتحدث تحديدا عن شمال القطاع، لان اسرائيل لا تزال اسرائيل تهدف من العمليه العسكريه الجاريه الان الى ان تنفذ خططها بعمليه التهجير الداخلي من شمال القطاع الى جنوب القطاع. هي لم تنجح حتى الان، يعني هي مركزه الان حتى على منطقه وسط غزه الذي يشهد يعني هو في الكثافه السكانيه الاكبر. طبعا تاني هقول يعني هذا مخالف القانون الدولي، ولكن يعني اسرائيل تعتمد دائما او ترى في نفسها دائما انها فوق القانون الدولي، انها فوق المحاسبه، لا يعنيها حتى اي تنديد من اي منظمات دوليه. يعني هناك قتل، هناك اكثر من 100 قتيل يعني من موظفين تابعين منظمات الامم المتحده. طيب استاذ محمد، بالعوده مره اخرى للاوضاع في قطاع غزه، حضرتك تحدثت عن دخول الوقود لقطاع غزه، لكن حتى مع انه يعني زي ما حضرتك قلت يعني حد ادنى حتى من الخطوات الايجابيه اللي ممكن تحدث في قطاع غزه او المساعدات الاغاثيه اللي يجب ان تكون متوفره في القطاع، لكن على جانب اخر الجو زي ما احنا متابعين مع الساده المشاهدين، جو صعب جدا، خلاص الجو بارد وفي امطار، وعلى جانب اخر حتى اماكن حتى الايواء بتقصف ان كانت مستشفيات مدارس وما الى ذلك. يعني حتى مع وصول الوقود الوضع نفسه مأساوي يا فندم، حتى النازحين المواطنين اللي بيبقوا موجودين بيقعدوا فين؟ الوضع شكله عامل ايه هناك؟ خلينا نقول على لو نتكلم على تاني شمال القطاع وجنوب القطاع. هناك عمليه نزوح جزء تمت من شمال القطاع، جزء لا يتحدث عن كل الى جنوب القطاع. من قاموا بهذا النزوح يحتاجوا الى مناطق ايواء، مخيمات ايواء. طب ماذا عن الايه؟ يحتاجوا الى مساعدات اغاثيه غذائيه وغيره، يحتاجوا الى ادويه، يعني في منهم من يحتاج ان يتم يعني الوضع صعب بشكل كبير. مناطق الايواء يعني اذا تحدثت مثلا يعني منذ الجريمة والمجزرة التي قامت بها إسرائيل منذ يومين، وهي استهداف مدرسة الفخورة وهي تتبع الأونروا أو مدرسة الأخرى في تل الزعتر. هذه المدارس تأوي الآلاف من النازحين هو الذين افترضوا أنهم يعني طالما أنهم في مدرسة أو في مستشفى أيا كان أنهم في حماية. لا، اسرائيل تقصف جميع يعني بالنسبه لها جميع يعني اي مكان، اي مستشفى، اي مدرسه. يعني لا احد امن ولا مكان امن، لا احد امن ولا احد بعيد حتى عن. واسرائيل تبحث طوال الوقت عن التبرير. يعني يا استاذه الغرب شرعا لدولة إسرائيل أو دولة الحل الإسرائيلي أن تنتهك القانون الدولي على مرأة ومسعى من العالم. يعني لا أحد يعني أنا يعني لا أتخيل أن تقوم دولة ما لا تقوم مثلا روسيا بهذا الفعل في أوكرانيا، والعالم كان سيكون صامتا. صحيح، ده حتى الأموات والشهداء كمان يا أستاذ محمد لم يسلموا من جرائم الاحتلال، حتى بعد دفنهم يتم نبش القبور ويتم استخراج الجثامين وسرقة الجثامين، يناقشون اليوم في الكنيسة قانون لإعدام الأسرى. خلينا جزئية بتاعت الجثامين دي كمان أنا عايز أخدها برضو مش من منطلق إن ده انتهاك لحرمة الموتى، أو يعني مش بس من المدخل، مخالف للشرع والقانون، مخالف للشرع والقانون، بس في مدخل تاني برضو هو دليل على فشل إسرائيل برضو كمان، لأن هو مرتبط. وبنتكلم عن ان اسرائيل من يومين ان هي اخذت 130 جثه من مستشفى الشفا. اسرائيل يعني تحتاج الى ان تقدم للعالم، للامريكان، للحلفاء حتى الغربيين، اي مبررات لماذا اقتحمت مجمع الشفاء. يعني هي تحتاج طبعا هي تسعى الان ان تقول ان مجمع الشفاء الطبي طبعا في البدايه قالت انه هو مركز القياده والتحكم لحركه حماس. اوكي، لم تفلح في هذا الايه، في هذا الامر. خرجت بعدها قالت وجدوا جثه
اسيره اسرائيليه وبتاع بعد التحليل. فهو عايز يفترض ان ايه، ان الشيخ قد، لا ما هو المنطق ان ممكن يكون اسيره كانت موجوده جوه المستشفى نفسها كانت بتتعالج. يعني لان وقد يكون الموضوع من الاساس كذب، يعني استكمالا لمسلسل الكذب في ان الدي ان ايه ده تابع لمحتجزين اسرائيليين كانوا موجودين في المستشفى. حاجه زي المشهد اللي هو نشره امبارح، هو نشر امبارح مشهد جيش الاحتلال الاسرائيلي بيعتمد على كاميرات المراقبه جوه مستشفى الشفا ان كان في يوم 7 اكتوبر هو بيدعي ذلك، يعني ان كان بيتم نقل اثنين محتجزين داخل المستشفى. اوكي، ما هو ممكن يكون بيتعالج لان في النهايه حواليه اطباء، هو داخل المستشفى. طب اوكي، لو هو انت بتتكلم، احنا بنتكلم هنا على اكثر من 200 اكثر من 235 او اكثر، بنصل ل 241 اسير ومحتجز. طب لماذا انت خلاص المستشفى الشفا تحت سيطرتك، هم فين في المستشفى؟ يعني القصد هنا في ايه؟ ان هو يبحث عن، يحاول تبرير جرائمه، يبحث عن شرعيه لهذا لهذا الانتهاك للقانون الدولي تحت يافطه انه يحارب الارهاب تحت، يعني لا يعني ما يحدث هو يعني تاني هو ابشع جريمه او ابشع انواع الجرائم التي لم نشاهدها منذ الحرب العالميه. صحيح. جريمه اسرائيل في غزه 2023 تفوق يعني جرائمها في صبرا وشتيله او دير ياسين او غيره او بحر البقر، جريمه بشعه. طيب استاذ محمد، على جانب اخر في مشهد برضو يعني يدعو للتساؤل، وفكره انه حتى المنظمات الامميه الدوليه مش هنتكلم في انها مش قادره تقدم الاغاثه حتى للمواطنين في غزه، لكن هي حتى مش قادره تحمي نفسها ولا موظفيها ولا حتى يعني منشاتها. ما هو هذا المشهد يؤكد ان هناك خلل في النظام الدولي. في هناك قرار صادر عن مجلس الامن منذ 3 ايام بيدعو للوصول لهدنه انسانيه فورا، وان يكون هناك هدنه انسانيه، وان تصل المساعدات الى جميع مناطق القطاع. لم يطبق هذا القرار. يعني النظام الدولي في النهايه تحكمه مصالح القوى الكبرى، والقوى الكبرى الان لو نتحدث عن القوى الاولى في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه، لم تصل الان لقناعه انه ينبغي ان يتم الدفع لوقف اطلاق النار او الوصول لهدنه او وقف اطلاق النار الان وفورا. يعني ليس فقط لن اقول يعني لوقف الاباده الجماعيه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولكن على الاقل يعني ان ذات اصناف بقى يعني للحفاظ حتى على مصالح الولايات المتحده الامريكيه. تاني للتاكيد ان كما حتى اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان استمرار هذا الصراع يعني من الوارد في ليله وضحاها ممكن بالفعل ينتج عنه اتساع الصراع اقليميا على جبهات اخرى، يعني وتهديد حتى حركه التجاره العالميه، تهديد المصالح الامريكيه والمصالح الغربيه في المنطقه. يعني والمنطقه يعني المعنى من ذلك ان النظام الدولي هو تحكمه مصالح القوى الكبرى. طيب وفي النهايه يعني قرار مجلس امن او منظمه الصحه العالميه قالت او الامين العام الامم المتحده قال او اكد في بيانات او الاونروا، في النهاية يعني مصالح أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا إنوي مفهوم. هي من تحدد كيف ستنتهي هذه الأمور. طيب أستاذ محمد، أنتم في المرصد، قراءتكم إيه للوضع؟ تقديراتكم إيه لما يحدث في قطاع غزة ومستقبل القطاع كمان؟ خلينا نتكلم فيما يتعلق بالقراءة للوضع لما هو قادم. في التقدير الموجود أنه الجهود التي تمارس الآن للوصول لإنجاح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين قد تكون بداية حقيقية بالفعل لتخفيف حدة العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة. لو نجحت، طبعا هناك مجهود مصري بالتنسيق مع الجانب الأمريكي وبعض الأطراف الأخرى لإنجاح هذه الصفقة. هي صفقة تبادل الأسرى تفرج حركة حماس عن عدد من المحتجزين، لما نتكلم عن المحتجزين المدنيين في البداية من النساء والأطفال وغيرهم، في مقابل إسرائيل أيضا تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين،
من الاطفال والنساء مقابل هدنه انسانيه تتحدث من 3 أيام الى 5 أيام. خلال هذه الهدنه يتم ادخال او نفاذ المساعدات بشكل كبير وواسع الى داخل قطاع غزه. اعتقد لو تم النجاح مقدما في اتمام هذه الصفقه ستكون بدايه جيده لعمل هدنه انسانيه، لعمل هدن اخرى بعدها، ثم نصل في النهايه الى وقف للإطلاق. يعني استاذ محمد، الحقيقه احنا بنتابع يعني الحقيقه كل ما هو جديد وكل ما يحدث في قطاع غزة لحظة بلحظة. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.